خلال أول خرجة إعلامية له منذ تعيينها على رأس العارضات الفنية للمنتخب الإفواري خلفا لمواطنه الفرنسي صبري لاموشي، أكد المدرب إيرفين رونار في ندوة صحفية نشطها بمقر الاتحادية الإفوارية لكرة القدم بالعاصمة أبيجون أنه واع تماما بالمسؤولية الملقاة على عاتقه والمتمثلة في قيادة منتخب الفيالة إلى أبعد نقطة ممكنة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2015، وأيضا ضمان المشاركة في مونديال 2018 بروسيا. المدرب السابق لاتحاد العاصمة الذي كانت له تجربة أخيرة في الدوري الفرنسي مع نادي سوشو أكد أن تجسيد الأهداف المحددة مرهون بتشكيل منتخب متجانس وقوي من الناحية الجماعية، لأن الفردية حسبه لا تكفي لتحقيق مشوار كبير مع أي منتخب. وصرح أيضا: نجاحي دائما ما كان يعتمد على بناء فريق قوي من الناحية الجماعية، والطريق للنجاح مع المنتخب الإيفواري سيكون من خلال العمل الجماعي لأن الفرديات لا تكفي.